السلام عليكم ورحمة الله، نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الدبلوماسي السابق بلال والورزك يقول إن الدبلوماسية الموريتانية تقوم على عاملي التنوع الثقافي والموقع الاستراتيجي. موريتانيا تعرب عن دعمها الدائم للحكومة والشعب التركيين، وأحزاب سياسية تدين محاولة الانقلاب العسكري في تركيا. النقابة الوطنية للمعلمين تلوح برفع دعوى قضائية وتتهم وزارة المالية برفض إنهاء تعليق رواتب بعض المعلمين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال السفير الموريتاني السابق بلال والورزك إن التنوع الثقافي والعرقي والموقع الاستراتيجي يعتبران عاملي قوة تقوم على أساسهما الدبلوماسية الموريتانية. وأضاف والورزك خلال ندوة نظمها تجمع شباب الوحدة الوطنية بنواكشوط أن موريتانيا في موقع يسمح لها بلعب دور محوري على المستويين العربي والإفريقي. الدبلوماسية الموريتانية قوتها باني تعلي مسلتين، ذاك التنوع الثقافي والعرقي والموقع الجيوستراتيجي اللي فيه موريتانيا. معنى أن هذا محل فخر ونختار الشباب يفهمها ويشتغل عليه، وكيف قال دارك العميد بليل يعود مدة تعرف على أنها بيتها في الأمة العربية وبيتها في الأمة الإفريقية، وعن موقعها الجيوستراتيجي أنه محل فخر. واليوم فعلا عندنا هذه القمة العربية وموريتانيا قد تستضيف بلي كيف قلت لكم موقعنا يسمح لنا بذلك، يسمح لنا بنعودوا نرشدوا هن العرب إخواننا العرب، نرشدوا إخواننا الأفارقة، ودورنا فيهم دائما مهم بهذاك التنوع وبهذاك الموقع اللي نحن فيه. معناها اني نختار مادة تعود فخورة بذلك. وطالب والورزك بالعمل على بناء مواطنة حقيقية من أجل ضمان مستقبل موريتانيا، داعيا الشباب إلى الإسهام في تغيير العقليات، مؤكدا أن التنوع الثقافي والعرقي يعتبران مصدر ثراء وفخر لموريتانيا. المواطن لا بد لهم تبتنا باش موريتانيا تمشي، يعود كامل الأخر يمشي وتبقى المواطنة. منين تبني مادة مواطنة حقيقية معناها عن موريتانيا بتنات. بكل مناسبة نشجعكم حتى على أن الشباب لابد لهم أن يشاركوا في الوطن، بين أنتم هو المستقبل، إحنا وتقاعدنا، لكن لا ينعدوا الوطن والدولة عدلناه معناها عنا اللي خالق، أنتم هو مستقبل موريتانيا. تغيير العقليات مهم، كيف قلت لكم العقليات قاع منين تبني مادة مواطنة حقيقية معنى عن تغيير العقليات هم اللي خلق. ما يخص النسيج الاجتماعي نختاركم تعرفوا على التنوع الموريتاني والعرقي والثقافي عن ثراء، ما هو ضعف، ومهم تعودوا فخورين بذاك التنوع. نظمت في العاصمة نواكشوط ندوة تبحث العلاقات بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة، شارك فيها عدد من الساسة والدبلوماسيين والشعراء. فتحت على الرؤى مني العيون وأطبقت الهواجس والظنون، وسرت على هدى من وحي ربي فصار البعد في أقصاه دونا. على كتفي للدنيا حمام وزيتون نما فسما غصونا، وفي أدغال عاطفتي لغيري من الحب المقدس ما استبينا. أنا كنف الأولى صنعوه مجدا وبثوا زينة الدنيا هنونا، فهم أخياف أمتهم وحتما ستبقى الأمة العظمى حنونا. طيور النورس البحري تأتي وقد شدت إلى حضني حنينا، تهاجر عفو خاطرها اشتياقا لتغسل في يدي الوجه الحزين. هنا استشرفت زهو غد صبوح
على بصماته أقري السنين وأقري من ضيوف القلب من لا تكلفه المشقة أن يبينا. أعربت موريتانيا عن دعمها ووقوفها الدائم مع الحكومة والشعب التركيين في سبيل الحفاظ على المؤسسات والنظام الديمقراطي في البلاد. وقالت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إنها تدين أي نشاط يستهدف النيل من أمن واستقرار تركيا أو المساس بوحدة شعبها، معربة باستتباب عن أملها باستتباب الوضع بعد فشل المحاولة الانقلابية. ندد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا في بيان صادر عنه بما سماها الجريمة البشعة في حق الشعب التركي ومؤسساته ونظامه الديمقراطي. وأشاد البيان بتمسك الشعب التركي بالديمقراطية والقدرة على الدفاع عنها بشتى الوسائل، معربا عن تضامنه مع الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم والقوى الديمقراطية التركية. ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، ودعا المنتدى العسكري في العالم العربي والإسلامي إلى الابتعاد عن الاستيلاء على السلطة بالعنف وقوة السلاح، وطلب المنتدى السلطات التركية إلى تغليب منطق دولة القانون في التعامل مع منفذ المحاولة الانقلابية واحترام حقهم في محاكمة عادلة. استنكر حزب التحالف الوطني الديمقراطي في بيان صادر عنه محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وقال الحزب إن الشعب التركي أبان عن قدرة عالية من التمسك بالقيم الديمقراطية، مضيفا أنه عبر عن إرادته أمام آلة القتل كما فرضها عبر صناديق الاقتراع. من ناحية أخرى، أكدت السلطات التركية انتهاء عملية اعتقال مدبر المحاولة الانقلابية الفاشلة، داعية الشعب إلى النزول إلى الميادين في كل من أنقرة واسطنبول من أجل حماية الديمقراطية. وكانت تركيا قد عاشت ليلة الجمعة على وقع محاولة انقلاب باءت بالفشل وتسببت في وفاة العشرات وإصابة آخرين بجروح. نتابع. تجاوزت الحكومة التركية خلال ساعات محدودة حالة الصدمة وانخرطت في مقاومة التمرد العسكري الساعي لقلب نظام الحكم في البلاد باسم الجيش، وما هي إلا ساعات حتى نزل الآلاف من المواطنين للشوارع في المدن التركية مشاركين عملية إفشال الانقلاب التي دعا إليها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. رئيس الحكومة كان أول المتحدثين عن الانقلاب متوعدا بإفشاله، مصدرا أوامره لشرطة وقوات مكافحة الشغب بتصدي الانقلابيين الذين تمكنوا من بث بيانهم المعلن عن إقامة الأحكام العرفية وتشكيل مجلس الإسلام الوطني يتألف من عسكريين يمارسوا كافة السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد. الشعب التركي بنوابه ونخبه الحزبية والسياسية نزل لحماية مقرات المؤسسات المنتخبة، تظاهر في الشوارع رافضا مبدأ الانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الجماهير، وباشر المواطنون العاديون إرغام الانقلابيين على التراجع عن حصار العديد من المؤسسات. وخلال ليلة دامية وبعد ساعات من المرغمة تدخلت القوات الخاصة وتمكنت فعلا بشكل حاسم فرض سيطرتها على الأماكن الحساسة في اسطنبول، بينما تأخرت السيطرة على الوضع في أنقرة مع أنها تمت تقريبا خلال الساعات الأولى لصباح اليوم التالي لليلة العصيبة. الالتحام السياسي للنخب التركية بما فيها أحزاب المعارضة الكارهة لفوز الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بإدارة لفة البلاد منذ العام 2002 كانت من أبرز الرافضين للانقلاب، كما أن قطاعات واسعة من القوات المسلحة التركية الكبيرة نسبيا فوجئت بالحركة الانقلابية التي يظهر أن قطاعات محدودة نفذتها دون موافقة قيادة الأركان. الأطراف الدولية أدارت بسرعة الانقلاب على إرادة الناخبين الأتراك وعبرت عن تضامنها مع الحكومة الشرعية المنتخبة قبل أشهر. المحاولة الانقلابية وضعت تركيا في بورة الاهتمام العالمي لتمكن منتخبيها وشعبها من إجهاض للانقلاب العسكري للحظات الأولى، مما سيجعل الديمقراطية التركية تترسخ وتتطور بعدما كانت العسكري خلال الأربعين عاما الأخيرة الكلمة الفصل بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية، وهما سيتقلص على ما يبدو إلى غير رجعة. منعت السلطات الموريتانية المفكر الإسلامي السويسري الجنسية ذي الأصول المصرية طارق رمضان من دخول أراضيها، حيث أعادته على متن الطائرة المغربية التي وصل مطار نواكشوط على متنها دون أن تقدم أسبابا لذلك. وكان طارق رمضان قد وصل مطار نواكشوط بعد تلقيه دعوة من جمعيتي يدا بيد ومرجل للتقاسم، حيث كان ينتظر أن يلقي بعض المحاضرات في نواكشوط.
انتقد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني رئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح والحنن ما سماه استمرار الأزمة السياسية في موريتانيا رغم إعلان النظام المتكرر عن الاستعداد للحوار. وتأكيد المعارضة الاستعداد لحوار جاد يخرج البلاد مما سماها الأزمة التي قال إنه يعاني منها. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقول إن موريتانيا تعيش أزمة سياسية وإن النظام الموريتاني رغم إعلانه عن الاستعداد للحوار مع المعارضة إلا أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع متهما النظام بعدم إبداء أي استعداد جدي للحوار. لقد تميزت فترة ما بعد الدورة الماضية سياسيا باستمرار الأزمة رغم إعلان النظام المتكرر عن استعداده للحوار ورغبة المنتدى والمعارضة عموما في حوار حقيقي وجاد يخرج البلاد من تلك الأزمة. وقال والحنن خلال افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم إن البلد يواجه تحديات اقتصادية تتمثل في سوء التسيير والفساد المستشري وإن السلطة تتباهى بالتحصيل الضريبي. مثل تراجع أسعار المواد الأولية الحديد الذهب النحاس إلى آخره أهم مصادرات البلد وفشل سياسة الصيد بالإضافة إلى سوء التسيير والفساد المستشري تحديات حقيقية كانت نتيجتها الطبيعية توقف العديد من المشاريع وارتفاع نسبة البطالة والعمل بشكل ممنهج على التحصيل على حساب المواطن من خلال مضاعفة الضرائب على كل المستويات وفي كل المجالات. وهي تحديات وأزمات لا وجود لنقاشها والحديث عنها إلا لدى المعارضة الموريتانية سواء داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أو خارجه. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين ول الشيخ قد أكد في تصريحات متتالية له خلال الأسابيع الأخيرة أن أولى مراحل الحوار السياسي قد بدأت وسيتم الشروع في جلسات النقاش بشكل عملي في وقت لاحق. قالت النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين إنها بصدد توجيه دعوة إلى القضاء الإداري ووضع ملف لدى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بخصوص ما سمته رفض وزارة الاقتصاد والمالية رفع التعليق على رواتب العديد من المعلمين. وأضافت النقابة أنها ستتبنى حراكا سيسيو نقابيا في مختلف الولايات من أجل إنصاف المعلمين المعلقة رواتبهم. رياضيا في هذه النشرة يتجه مهاجم منتخب المرابطون مولاي أحمد الملقب بسام إلى الاحتراف في صفوف نادي سموحة المصري. وكان بسام يحترف في الدوري الجزائري مع نادي قسطنطينة قبل أن ينتهي عقده الاحترافي مع النادي. نتابع. خطيرة سريعة مهارة من مولاي خليل خطيرة جدا حتى فاد والتعادل جوا جول جوا جول. بسام إلى الدوري المصري وبالتحديد نادي سموحة في عقد لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد. نادي سموحة المصري أنهى نسخة الدوري الماضي وهو في المركز الثالث وأشار رئيس النادي عقب انتهاء نسخة الدوري المصري مباشرة الماضية أنه كان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب منذ قدومه لنادي قسطنطينة الجزائري. وبعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الجزائري وعلى خلفية أيضا استغناء الدوري الجزائري عن خدمات كل المحترفين وفسح المجال أمام كل اللاعبين المحليين، ولذلك بعد رحيل بسام مباشرة دخلت إدارة نادي سموحة المصري في مفاوضات مباشرة من أجل الظفر بخدمات اللاعب. وبعد إمضاء العقد أعلن النادي على صفحة تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب، لكنه سرعان ما عاد وكتب أيضا صفقة بسام لم تكتمل بسبب الفحوصات الطبية. وحتى اللحظة لا جديد يذكر في صفقة بسام سوى أن ناديه الجديد يكتب خبرا ويؤكده على موقعه الرسمي، لكنه سرعان ما يعود وينفي نفس الخبر على نفس الموقع. إلى شأن الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ناشطا شبابيا وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. هذا وتقوم قوات الاحتلال من حين لآخر بحملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المنازل بالضفة الغربية المحتلة. نتابع.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس الجمعة 35 ناشطا أثناء تشييد سينما المقاومة في أحد المباني المهجورة بحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الناشط محمد صغير أحد نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان المشرف على الفعالية لوكالة صفا بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال حاصرت النشطاء الفلسطينيين والأجانب في المكان واعتقلتهم ونقلتهم إلى المعسكرات المجاورة. صغير أشار إلى أن النشطاء اختاروا مبنى مهجورا في الحي لإقامة السينما التي تستهدف عرض الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وذلك في مكان قريب من موقع اغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل عدة أشهر والذي أجهز عليه بعد إصابته. كما أوضح صغير أن الهدف من السينما تنفيذ أنشطة التحدي للاحتلال من جهة واستعراض القضية الفلسطينية والتاريخ الوطني عبر أفلام وثائقية يجري عرضها في هذا المكان المهدد بالاستيطان وبإجراءات الاحتلال. وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال مركز الصمود والتحدي وهو مقر تجمع شباب ضد الاستيطان وسط حي تل الرميدة وطردت الموجودين داخله. من جهة أخرى رصد تقرير نشره موقع الصوت اليهودي العبري تنفيذ المقاومة الفلسطينية لمئة عملية بينها إطلاق نار ومحاولة دهس ومحاولة طعن، بالإضافة إلى عمليات إلقاء زجاجات حارقة مولوتوف ورشق حجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية. وبحسب التقرير تم تسجيل عملية إطلاق نار قرب مستوطنة تقوع أدت لإصابة أحد المستوطنين، فضلا عن محاولتي تنفيذ عمليتي طعن في الخليل ودهس قرب القدس المحتلة. عمليات الطعن والدهس المكرورة جزء من أنشطة المقاومة التي فجرتها انتفاضة القدس الثالثة التي اندلعت مطلع تشرين أول أكتوبر الماضي بسبب إصرار مستوطنين يهود متطرفين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات جيش وشرطة العدو، حيث ارتقى خلالها 27 شهيد. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الدبلوماسية السابقة بلال الورزق يقول إن الدبلوماسية الموريتانية تقوم على عاملي التنوع الثقافي والموقع الاستراتيجي. موريتانيا تعرب عن دعمها الدائم للحكومة والشعب التركيين، وأحزاب سياسية تدين محاولة الانقلاب العسكري في تركيا. النقابة الوطنية للمعلمين تلوح برفع دعوى قضائية وتتهم وزارة المالية برفض إنهاء تعليق رواتب بعض المعلمين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.